السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا عند الميناء على البحر. ولعنا سيجارة. السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا هون عند الميناء. هاي السفن يعني الحلو كمان بالمدينة انه كل شيء قريب، مو بعيد كثير، يعني كله هذا مشي من محطة القطارات الرئيسية، فيعني هاي شغلة حلوة للي بيحبوا المشي، فكل شيء قريب منك، كل شيء سهل. مدينة يوتوبوري بحر طبعا هون كبير، بحر الشمال، في سفن اكيد بتوصل على الدنمارك، على عدة دول اكيد. مش عارف انا كيف طريقة الدفع هون، بس ممكن في دفع بالسفينة، نرجع بعدين. السلام عليكم. بديكم بس السفينة هاي، حوالين الميناء، حوالين المكان. طبعا في رياح هون، ما بعرف الصوت واضح مو واضح، في رياح قوية، بتعرفوا بحر، عند البحر دائما تزيد الرياح، مضرب هواء، يكون الفضاء مفتوح الجو، لا في جبال ولا في شيء. طمنونا على الصوت والصورة، بس نعملنا هيك جولة ربع ساعة تلت ساعة، نشوف كيف حسب الوضع، بعديها نشوف إذا بنركب لنا سفينة هون، نجرب سفن يوتوبوري كيف الوضع. يعني السويد وين ما تتحرك في بحيرات، في أنهار، في بحيرات، سبحان الله، بلد كلها بحيرات وأرخبيل. أرخبيل طبعا في اخوان ذكروا انه في هون مدينة ملاهي رائعة جدا، انا ما زرتها بس سمعت عنها. طبعا من هسه متوقع مسكرة زي ستوكهولم مسكرين، بس من الاشياء المميزة يعني الناس بتيجي على يوتوبوري عشان كمان مدينة الملاهي اللي في موجودة في يوتوبوري. بس هلا بعرف انه كله بعد شهر 10 عادة بسكروا، كمان موضوع كورونا اتوقع لا في ملاهي ولا التلاهي، في شوارع وطرق مجمعات تجارية ومتاحف، بعض المتاحف مغلقة، مو كل المتاحف فاتحة. كمان منظر السفن ما بعرف الصوت، الصورة واضحة، الهواء هون قوي كثير. والله هاي السفينة طولت حتى تطلع. على الصوت والصورة، إذا الأمور مو تمام خلاص بنسكر، لأنه هون في هواء. نروح نتمشى شوي هيك حوالين البحيرة. الواحد إخوان الكرام، هاي المشي حوالين المياه كويس كثير عشان تجدد طاقتك وتنظف الطاقة من الأيونات السلبية لداخلك، القلق والتوتر والاكتئاب، تعرفين هاي الشغلات كلها، يعني عادة نحاول نذكركم فيها. ايوه هاي ليسبيرغ مشهوره معروفه هون، بس هسه مسكره ولا ما بعرف، واخواني اللي عايشين في يوتوبوري اكيد بيعرفوا، بس بتوقع مسكره، عاده بتسكر مدن الملاهي بواحد عشرة. مشى هيك حوالين المينا، حوالين المي، نشوف الوضع، نشوف التصوير من هون. توصل السفينة ألمانيا والدنمارك والنرويج، ممتاز. يعني في رحلات هون، المجال هون بتقع أقرب يعني من ستوكهولم، الجهة هاي أقرب، برضو من هلسنبوري كمان، يعني كل هاي الجهة كلها فيها موانئ، بس طبعا يوتوبوري أكيد الأكبر. سفينة رايحة سفينة جاية، سبحان الله، كل البلد 10 مليون. يعني أنا بس أطلع على هالأشياء الموجودة بالسويد بقول يا الله، طب كيف في الصين؟
اللي مليار ونص ولا الهند، يعني هدول كليات نحن 10 مليون، هم مليون سفينة ومليون جزيرة وبحيرة ونهر سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم. طبعا هناك السفن الكبيرة زي عندنا هيك بستوكهولم الفيكينج لاين، بس بعاد شوي، خل نروح نقصدر لعندهم شوي فرجيكم المكان. انا حاب يعني اجي اتفرج على المينا، بحب المناطق اللي فيها بحيرات والمينا والانهر، يعني حلوه كويسه. يعني رحنا عند الناس ومشينا حوالين الناس فرجيناك، وفي ناس بيتابعوا الفيديوهات بس عشان يقول لك ما في ناس، لا خلص خلصنا رحنا عند الناس. هلا بنشوف المي، الماء والخضراء والوجه الحسن. هسه ضل الدور المي، شوف البنايات هاي هيك بتذكرني وين اول ما تدخل ستوكهولم قبل المحطه في بنايات زي هيك. في جامعات كمان مميزه في يوتوبوري، ما حافظ شو اسم الجامعات، بس فيها جامعات في عدد طلاب كبير، حكينا طبعا هذا بالبث اللي قبل، بس اللي متواجدين معنا اللي بيعرف شو اسماء جامعات يا ريت يشاركنا شو يعني الدراسه المميزه في يوتوبوري مثلا عن ستوكهولم. يعني في بعض الجامعات مثلا مميزه في الطب، بعض الجامعات زي لوند مثلا، او في جامعات مميزه في التكنولوجيا. في يوتيوبوري ما بعرف شو المميز في الجامعات، في عليها إقبال للطلاب. بدنا نروح نتمشى عند السفن الكبيرة هاي اللي هناك ستينا لاين، نشوف الوضع، بس الشارع طويل يمكن يأخذ وقت التمشاي. خليكم معي، اللي حاب يضل أهلا وسهلا، اللي مش حاب اللي عنده شغل يروح على شغله. فيا اخوان الكرام يعني هاي الرحلات يعني نحاول نحفز اخواننا العرب اللي عايشين في الغرب انه يتعرفوا على البلد اللي عايشين فيه، يتحرك، يجرب، يحجز سفن، يحجز قطارات، يجرب نفسه، دائما يضلوا حابس نفسه في نقطة معينة، بالذات اللي يعني تجاوزوا سنوات، يعني خلصوا من موضوع الإقامات والقصص. يعني امبارح بسولف انا وصديقي اللي بالشغل ممكن صار له 20 سنة، بقول لي انا ما اطلعش من ستوكهولم، انا اذا بدي اطلع من ستوكهولم بروح على بلدي وبرجع. ففي ناس زي هيك خلاص عنده قناعة، يعني حابس نفسه بافكاره، يعني ليش، شو المشكلة، يعني هل هو حرام اذا انت طلعت وغيرت جو وشفت البلد وتعرفت على معالم البلد، وممكن تلاقي مكان تاني تعيش فيه بسعادة اكثر من المكان اللي انت عايش فيه. ففي ناس سبحان الله عندهم معتقدات وأفكار متحكمة في تفسير حياتهم، وجعل حياتهم زي السجن، بالرغم أنهم عايشين في الغرب أو عايشين في أوروبا أو عايشين في أي مكان، لكن هو أسير أفكاره. جامعة توبوري خرجت مشاهير سويدية شهيرة، ثاني مدينة في السويد، كلام سليم. هاي هون الكهرباء، الانيرجي، طاقة. ميركور. هاي بنايات قديمة جدا. كم نسبة العرب في هاي المدينة يا إخواني؟ مدام أنتوا عندكم شوية معلومات، يعني هل في عدد كبير للعرب الجالية العربية؟ يعني 50,000، 20,000، 30,000، كم نسبتهم؟ لو قلنا بالمية أو بالعدد، وجمعيات، شو في جمعيات عربية؟
يعني انت كمغترب او قادم جديد على هاي البلد، شو بهمك تعرف عن اي مدينة في السويد؟ يا ريت تشاركونا يا اخوان الكرام، لانه في ناس بتلاقيهم جايين جديد، او في ناس لهم اولاد هون بحبوا يعرفوا. يعني في ناس بتواصلوا معي بيقول لي بالله عليك تروح على المدينة هاي، ابني فيها، اخوي فيها، زوجتي فيها، شو فيها معالم، شو فيها شغلات بتعرفوا. يعني احنا من هذا الباب، وبنفس الوقت كمان الواحد يغير، يطلع يكسر الروتين، يتعرف على معالم البلد، يتجرأ، مش يضلوا يعني ماخذ خلاص فكرة عن مدينة معينة وخلاص، ومراد يغير فكرته. ما رح تقتنع او ما رح تأخذ المعلومة كمان بالشكل الصحيح الا لما تزور المكان. الاخرى الصومال اكثرهم، يليهم الاخوة العراقية، صار اكثر من السكان الاصليين. والله فيه، بس والله ما بتشوفيهم في الاماكن السياحية، ما بتشوفيهم. يعني هلا تمشينا احنا، كل اللي شفتهم يمكن 10. ما بعرف، العرب كلهم مشغولين ما شاء الله، كلهم تجار وعمال ومشغولين مشغولين. ما شاء الله الهواء، الحمد لله، يعني أمطار كانت خفيفة، الجو جميل، جو جميل جدا للمشي، يعني ما بتشعر بالتعب. يعني صار لي من 11:30 تقريبا، يعني بس ريحت بس فترة الغداء والصلاة، وأنا شاعر تعب بالمرة. يعني هاي الأجواء يا إخوان الكرام، يعني أنا بشجع الإخوان اللي بحبوش المشي، هاي الأجواء فعلا ما بتشعر فيها بالتعب، إلا إذا أنت تعبان نفسيا، خربان زي ما بحكوا، بدك عاد برمجة من جديد. فهاي الأجواء عن جد لو تمشي ساعات ما بتتعب، فهاي فرصة. يعني هون حتى الصيف يعني مش هالمتعب كتير، اللي يعني هي أخوان الكرام الانتقال من مكان لمكان والمشي والحركة كله بجدد طاقتك. يعني ترجع على مدينتك وانت عندك حافز للعمل، حافز عندك مشكلة مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، شوي بتغير وجهتك على الحياة، شوي بتشعر حالك كسرت الروتين، كسرته طبشته وجبت الخمير أهله. عليكم السلام ورحمة الله. رحت على مول، أكبر مول نور ستادن، دخلنا عليه قبل شوي كنت فيه، ارجع للفيديو الثاني، عالم أمم موجود فيه ما شاء الله. احنا كله مولات، زقنا من مولات من أيام الخليج، يعني بتظل الواحد يتفرج على محلات وعلى ماركات تقول كل يوم مش رواعي. احنا رجال مو زي نظرة النساء، النساء بحبوا المولات، احنا ما بنحب كثير. ما بعرف، انا ممكن بحكي عن كل الرجال، بس الاغلب الرجال يعني اذا ما كان عنده حاجة، انا بالنسبة لي لما اجي اسافر او في الاشياء الضرورية، مش كل ما في نسوان، كل يوم بروح على السوق، كل يوم يومي شو نزلت قطعة جديدة، شو نزلت. ما شاء الله حركة سفن، سفينة رايحة وسفينة جاي، لازم نركب لنا سفينة إن شاء الله كمان شوي بس نسكر البث، لازم نشوف لنا سفينة من هالسفن، أو إذا جت سفينة عندنا هون نركب نطلع نشوف وين بتودينا. خايف نروح وما نرجعش اليوم، أحلى شيء الطبيعة والله، يعني الحدائق، الأماكن الطبيعية، البحيرات، الأنهار، السهول، الجبال، أحلى شيء الجبال لما يكون مطل على بحر. أنا لا هوا كثير هون صار. هاي ستينا لاين وين بتروح أخواني اللي بيوتبوري؟ على ألمانيا، على الدنمارك، لهم موقع طبعا على النت، برضو موجودين بستوكهولم.
ستينا لاين. والله هم النسوان لا خالصين تسوق جوات المحلات ولا بالانترنت، عشان هيك ما عندهم رضا، ما عندهم شعور بالرضا ولا تقبل الذات. بقول لك ثلاث دول تقريبا الاولى في العالم في عدم تقبل الذات: السعودية وتركيا وايطاليا. اغلب الناس الموجودين بالذات النساء ما عندهم تقبل للذات، يعني بيفكروا يعملوا عمليات جراحية، بيفكروا يغيروا في شكلهم، لانه عندهم دول تكثر فيها الماركات العالمية زي تركيا والسعودية وايطاليا. هيك الترتيب العالمي، هذول اقل نسبة تقبل ذات في العالم، يعني مش راضيين عن حالهم بالرغم انه متوفر عندهم افخم الماركات في العالمية. فبصير عند الانسان معيار انه لازم يكون عنده نفس الماركة عشان يكون سعيد، فهيك بتكتر المشاكل. خلينا نروح نلف على السفينة. لازم نطلع من هون. يا الله يا رب. اكثر هاي السفن داخلية الى قلب المدينة. ها حلو، جميل جدا. لا بس هسه هاي السفن خارجية اكيد، هاي سفن كبيرة، هاي بواخر مش سفن. هلا وصلنا عند البواخر، احنا من البواخر على الاخر. فرجيكم هيك المنظر من هون، ما شاء الله في حركة سيارات، حركة باصات، يعني مدينة عن جد تشعر حالك زي كأنك بالعاصمة، ما اختلفت كثير. هي بس شعور، بس شعور. لو واحد يجيبوه فجأة يحطوه في 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 يوتيوبوري أو مالمو يقولوا له أنت بالعاصمة بصدق، يعني شو هو مكتوب كل مكان يوتيوبوري. هي شغلة شعور. دنمارك فنلندا، ممتاز. والله هون شكل السفن شغالة، عندنا بستوكهولم أكثر السفن واقفة، يعني قليل حركة قليلة. سندريلا هذا الواحد نجينا مرة هون نطلع على ألمانيا، نطلع على هامبورغ، لازم نجينا مرة، بتوقع توصل على هامبورغ ألمانيا السفن هاي. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا الاحلام ضروري، بس مش احلام المغنية هاي ولا الممثلة. والله هون شكلها استينا قصة. الحمد لله رب العالمين. تبع ستينا لاين. طبعا شركة بيركا بستوكهولم وقفت خلاص، خلصوا، بطلوا يشتغلوا، بطلوا توفي، خسروا مع كورونا 49 سنة تقريبا وهم شغالين وبعدين وقفوا. الله ما انا عارف، نروح ندخل جوا نشوف الوضع ولا نرجع. حدرة بدرة، قال لي عمي عدل عشر. لا هيك بصير الطريق طويلة لورا. لا خلاص خلنا نرجع، نرجع ممكن لقينا سفينة نطلع فيها. متوقفة بس شايف والله في حركة، شايف في سيارات والكراج معبى وقصة. خلاص بنروح، مش شفنا سفينة صغيرة على قدنا، تعودنا على السفن الصغيرة. طب شو سعر كرت المواصلات في يوتيوبوري؟ وهل بتروح بتركب فيه كمان بعض السفن تابعة السفن الداخلية زي ستوكهولم؟ يا ريت حدا من سكان يوتيوبوري يخبرنا عن كرت المواصلات ومن وين تشتريه. معلش مرات صوتي بيعلى بوطة، الهواء بلعب دور، مرات بشعر انه الصوت ما بوصل لانه الهواء عالي.
فسامحونا يا اخوان الكرام يعني اللي بنزعجوا، احنا نتقبل النقد لما يكون ايجابي يعني، بس احنا مرات لانه البث قاعد من برا، فسبحان الله الاحوال اللي حواليك بتخليك مرات تعلي صوتك وتوطي صوتك حسب. نرد نرجع نشوف لنا سفينة نطلع فيها، يا ريت تخبرونا بس عكرت المواصلات شو ثمنه، تقدر تستخدمه لجميع المواصلات داخل يوتيوبوري، ومن وين تشتري؟ من بريسبيرون؟ من وين؟ زي ستوكهولم نشتري يا من المحطة يا من بريسبيرون. نعم زيها زي القطار ونفس شركة القطار. شو سعر الكارت؟ معنا لسه ساعتين ونص أكثر. ممتاز، خلينا نرجع عند السفن. والله أنا كنت بالأول مخطط أجي على يوتيوبوري أقعد لي يومين، بس والله يعني حلو الواحد مشوار هيك 5-6 ساعات بكفي، بس لما يكون واحد معه عائلة هذا المشوار بقدرش يقطعه، بتعبوا الأولاد بغلبوا يعني، بدك تضلك تمشي وتشتري عصير وتشتري مي وتضلك تشرب، مو سهلة يعني طلع مع الأولاد. الأغلبية يطلعوا على الله. السعر 775. والله سمعت حتى الشباب العربي اللي هون يقولك اطلع 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 حساب الدولة، فما بعرف يعني هاي لما نيجي من ناحية الحلال والحرام، ويعني موضوع مهم للأسف. في كثير منا بعيش في الغرب بسيء لدينه في طرق مختلفة، في العمل، في الإجازات المرضية، في السكن، فأبواب الجنة كثيرة ممكن ندخلها من خلال غربتنا، ممكن ندخلها من خلال عملنا، ممكن ندخلها من خلال احترام القانون في البلد هاي. للأسف في ناس فكروا انه هاي الشغلة شطارة، انه اطلع ونط ويلا وحساب الدولي. تخيل لما سمعك واحد سويدي وفسرناها لو واحد سويدي انه اطلع حساب الدولي شو رح يقول عنا؟ يعني هاي شغلة كبيرة بس احنا شايفينها صغيرة، هاي هي وهون التفسير، احنا شايفينها انه شطارة انه انا اطلع ببلاش، بس انت تيجي مع واحد ابن البلد توقعش بيعملها الا اللي بكون انسان ممكن لا فاهم حاله ولا دارس ولا قاري ولا وبايعها جماعة السكر والاخرين. شوربة من برنامج يعني ما في كارت موجود عند المحلات زي بريس بيرون والمحلات اللي زي هيك، كارت زي كارت ستوكهولم ما في رقابة. في شفت فيه تبعون التفتيش الفاكت، ما في تفتيش عندنا والله. هلا ستوكهولم رجعوا يفتشوا عشان قعدوا فترة على قصة كورونا، بطلوا يفتشوا بس هسه رجعوا. بدنا نرجع البحر باتجاه المحطة، نتمشى هاي الطريق حلوة، ونشوف إذا قدرنا نطلع لنا بسفينة بنطلع. زوجتي في العمل، الزوجة شغلها صباح، أنا شغلي شفتات غير عنها، هي شغلها من الصبح للساعة 3:30-4 كل يوم ما عدا السبت والأحد، فأنا السبت والأحد نادرا ما أسوي رحلات لأني بطلع مع الأهل،
فخلال ايام العطل عطلتي خير عنها، يعني انا اليوم معطل بكره بعده شغال ليلي، فكل واحد شغله شكل. هاي شغله البلد هون، انه كل واحد شغله دوامه شكل. هاي لما الواحد يشغل شفتات يصير سواح حسب. في ناس بقضوها نوم، هاي في ناس قضوها بيتوتي لك شو تطلع سوا. كل سبور فان بينزلوا. مساء الخير، مساء النور. بس اشوف الطواقي البيض، هم طواقي بيض. يسعد مساك اخوي عبيد. ولع ولع الهوا بالهوا هوايا. والله الواحد بين بينكم لما يكون شغال شفتات لازم زوجته تشتغل زيه شفتات، بس خايف كمان يطلع تعارض او يتجوز واحد واحد عندها شفتات زيه، لانه بصير في تعارض. يعني صعب يعني حتى اللي بيشتغلوا شفتات بتلاقي يوم بعطل هي بتداوم، هو بتداوم هو بتعطل. والله هي شغله مشكله، عامله مشكله للعائلات في 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 الغرب. ممكن هاي من الاشياء اللي بتاثر على تربيه الاولاد اذا ما كان في اهتمام، او يعني بالذات يوم السبت والاحد ما حدا يهتم فيهم ياخذهم يوديهم. فانا عشان هيك رحلاتي بروح وبرجع بنفس اليوم، انه لازم تقعد مع الاولاد وتشوف الاولاد وتتابع الاولاد. فهاي الرحله اطول رحله لحد الان، كل الرحلات كنت اروح 4 4 ونص 5، وكانت بالصيف. يعني الرحلات لما تكون بالصيف كمان الصيف النهار طويل للساعة 10 بالليل. كنترول فاهم عليك، فاهم. شوف فيه صاير ولا ما في شيء، يعني طواقي البيض كنترول خلاص. الله يسعدك يا رب، يسعدكم جميعا. والله هاي شغلة لما هي شغل المرأة في البلد هاي نوعا ما، يعني هي الحياة غالية جدا. يعني أنا ما لا أؤيد يعني الأسرة اللي عندها أكثر من طفل 3-4 أطفال، يعني بتصير الشغلة إنه تشتغل المرأة بس 3-4 ساعات أو منطارت 6 ساعات، يعني دوام الساعة 2-3 انطارت تكون بالبيت، لأنه الأولاد بيشعروا بفراغ ومشكلة. يعني الولد بيروح من المدرسة بحاجة إنه يلاقي أكله جاهز، يشوف أمه بالبيت. يعني الأم تلعب دور 80-90% من تربية الولد أو الطفل. يعني كثير من الآباء خشنين، خلاص سووا اعملوا كذا سووا، مش زي الأم. الأم نوعا ما غير، وجودها بالبيت ضروري وأساسي. شوف لها السفن والله عاملة زي النمل، سبحان الله. هون وحدة وهي وحدة وهي وحدة، بدنا نشوف أنا وهي وحدة هسا نطلع فيهم، بس مش عارفين كيف بدنا ندفع ولا كيف بدنا نسوي هسا، وظلينا طالعين. والله هون ولا شفت ولا واحد حاط ماسك، ولا واحد بيوتيوبوري لحد الآن ما شفته حاط الماسك. شفتات يعني دوام ليلي نهاري صباحي مسائي، زي الممرضين زي الأطباء، هيك احنا دوامي شفتات. انتوا فكرتوا سروها بالعربي، شفت خفت شفت خفت، يعني دوام شو بسموه احنا عنا، والله نسيت شو اسمها، زي الخيمة هاي عنا، اخو خيمة كمان سويدي. سبحان الله المي هون كيف. مش عارف شو اسمها حتى بالعربي، نسيت شو بحكوا عنها. هاي الدوام اللي شكل لون، صباحي مسائي ظهري عصري. والله هذا العلم فكرته علم السعودية، قلت شو القصة، لونه أخضر هيك، سبحان الله اللون الأخضر بلفت الانتباه. هاي فاستر فيك طبعا، يوتيوبوري عاصمة فاستر فيت جوتلاند، إقليم السويد فيها 21 إقليم، ويوتيوبوري عاصمة الإقليم الغربي فيستر جوتلاند، يوتلاند جوتلاند اللي بدكم اياه شكل لون.
جدول. ايوه هاي مشكلة هاي، لما انت تروح مرات والله انا بروح زوجتي بتيجي، فشكل الواحد ممكن لو لازم يشوف الواحد يغير البرنامج يغير النظام. والله صعب يا اخي، الواحد بحب يطلع مع زوجته مع اولاده، بس لما يكون الشغل هيك مختلف صعب. ايوه هاي الكلمه اللي بدور عليها، مناوبات، مش راضيه تيجي، متخبيه من زمان. خلينا نروح نشوف هذول السفن وين بروحوا، خلينا نطلع لنا مع وحده. استني شويه عقيده، هذول سريعين شكلهم هون. هات خلينا نشوف طلعت ولا نزلت، هنشوف وين دي يودونا هذول. ضايل 3 دقائق. منيح كاتبين، هنطلع بالسفينة هاي. مناوبة، ايوه مناوبات مزبوط. وين نروح؟ هي هنا في تذاكر، هنشوف عشان نختم تذكرة. شوف السفن هون زي ستوكهولم، والله حلوة كراسي هيك زي المدرسة. الحمد لله على كل حال. فري يسار، منيح والله، هاي حاطيني فري. هاي الرحلة مجانية يا جماعة الخير. كويس. هاي بقول لك فري بلاش. شو هذول ليش مسكرينهم؟ شوف الوضع هون. الله يسعدك يا رب. شايفين هاي رحلة مجانية. هي شايف. نفرجيكم السفينة من جوا. فرجيكم الوضع. هاي اللي بيطلعوا بالبسكليتات، هاي الواحد بتنقل من جزيرة لجزيرة. هاي العالم هون قاعدين. والله دفى، حلوة السفينة، دافية. هاي سلات الزبالة، النفايات. والله دقيقة بتطلع. هاي كراسي مرتبة. دير بالك من طواقي الحمر، البيض. والله كاتبين فري، انا على هذا الاساس. الكورونا في ارتفاع بالاصابه، والله يا اخوي بس بالاخبار موضوع الكورونا بنسمعها، ما بنسمع في ما بنشوف الناس، الناس عادي. يعني نطلع بعد شوي عشان الصوت. هاي فري ريسا، رحله مجانيه. نظبط الموظف، بنحكي معها كلمتين، نقول لها احنا من جماعة ستوكهولم جايين نشوف الوضع هون، خلاص بمشونا. الساعة كم صارت؟ 3. منيح لسه معنا وقت 2:30. خلينا نقصدر الصورة هو واضحة. هذا في تحت، هذا الموتور. مجانية، والله شغلة حلوة هاي.
الهوى هوايا. يا رب توكلنا على الله. بسم الله الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وكان إنا لربنا لمنقلبون. والله بالنسبة للحدود ما بعرف. ما أعرف إنه في رحلات بيطلعوا ناس على تركيا. كثير خلينا من جوا أحسن. دخلنا جوا معلش مط الصوت. في رحلات بس مش لكل الدول. في ناس بتسافر، في ناس أصدقاء سافروا على السودان عن طريق تركيا، بس العودة ما بعرف. في بعض الدول ممكن بدك تتأكد من السفرات أو تتأكد من مكاتب السياحة والسفر. حدود مغلقة، ما المنكم من هاجم، ما بعرف والله. اللي بعرف يكتب ان شاء الله. هيك الصوت والصورة واضحين. حطيت التلفون على يعني هيك ثبتناه بمكان عشان نريح شوي. خليكم تتفرجوا وتتأملوا. اللي بحب يكتب سؤال، بحب يعلق، بحب يضيف معلومة عن مدينة يوتوبوري، عن الجاليات العربية، عن اللغة العربية، عن مراكز الجمعيات، العمل، يتفضل. كثير واضحين الحمد لله. اني تارك التلفون لحاله مش ماسكه بايدي. انا لا دخلت جوا. فرجيكم كيف احنا قاعدين. هيك قاعدين هيك. شايفين حالك كيف زي طابور المدرسة. جولة حول الدولة. وصلنا على الجهة المقابلة. خلنا ننزل نشوف شو فيك. يا رب ننزل نشوف الجهة هاي شو فيها. النهار يا الله. وصلنا للجزيرة المقابلة. خلنا نشوف نتمشى فيها شوي بعدين فرجيكم المكان. هون شكلها مكان حلو كتير. المستعجلين جماعة البسكريتات. ما هون يمكن الجامعة. هاي الجامعة. اه والله مزبوط جامعة يوتوبوري. هاي اخوان الكرام هاي الجامعة هاي اللي شفتها بالصور جوجل وبعض مواقع الدراسة في السويد. هاي مكتوب جامعة يوتوبوري. منطقة جميلة جدا هون. تذكرني في نكة والمناطق هذيك وسكلة.
نروح نتمشى عند الجامعة نفرجيكم الجامعة. إن شاء الله الصوت والصورة بعدهم واضحين. نجيكم هون عند الجامعة، المنطقة هاي كمان كتير حلوة شكلها. شوف قد في ناس ما شاء الله، والله فيها حركة يوتيوبوري كتير، كلها بسكليتات ما شاء الله ما شاء الله. راح نمشي من هاي الجهة، مكان كتير حلو، بذكرني بسكلا في مدينة ستوكهولم. سكلا كنت أطلع بالسفينة زي هيك من منطقة. سكلا منطقة كتير حلوة وجميلة جدا. عمارة لبنوك ومبنوك وشركات، وهي ريكسون. انت فرنسا، فكرتك والله بالسويد. والله هسه وضع فرنسا، الله يعينكم العرب اللي في فرنسا. خلينا نظبط الشنطة نحطها على ظهرنا، بس خلينا نحط التلفون هون. هي المشكلة بالسكن. يلا دقيقة بس خليكم معي، وقع التلفون من واحد ينط يجيبه من البحيرة. فلت، كنا بنحط الشنطة نلبس الشنطة، جبنا هيك شوية أغراض معنا، الواحد مرات بخاف ينقطع. نتمشى هون بالمكان. كان كتير حلو جميل جدا. الله، هاي شغلة السفن في هالبلد هاي يعني شيء رائع وجميل جدا. خدمات النقل تابعة يعني باش. يعني انت معك كرت مواصلات تركب قطارات تركب سفن، بس مش كل السفن، في سفن خاصة برضو لشركات خاصة مش البواخر. في ناس فكر بتروح على البواخر بعدين فكر يروح يركب له رحلة دولية بخربط. بس لازم يكون معك كرت شهري او سنوي، ما بعرف هون النظام كيف بالضبط. بس هلا هاي السفينة كرك ركبناها مكتوب عليها فري ريسا، رحلة مجانية. وهذه الجامعة بناية كتير حلو، المبنى جميل جدا. والله هاي مشكلة السكن، الله يعين العالم. والله احنا قعدنا سنوات ننقل، والله نقلت يمكن 5-6 بيوت انا بالسويد، غير مدن، بيوت وغير مدن. كتير والله. في طرق يا اخوان الكرام، اللي بيبحث عن سكن يعني يتواصل معي، بس اكون فاضي يعني، بدها تدوير، بدها تعب، بدها مجهود. بس يكون عندك طبعا عمل، الاغلب الشركات ما بترضى يعني. عندك كتير مواقع غير البلوكيت، البلوكيت نفسه في كمان في بلوكيت اسمه بلوكيت بوستات، غير طبعا الشركات السكن هاي الدائمية. في بوستات ديريكت، في بعض الشغلات الناس جربتها وخلص سوت قناعة ونشرتها بالمواقع انه ما في. كل شركة في لها طريقة وفي لها حل، ومع الدفع وفي ستينا فاستيجيتر، وفي في شركات هلا مش ذاكر اسمائهم، زلبي هم وسكتونا هم وسولنتونا. في شركات، هذول الشركات الكبرى، بس في شركات خاصة، في شركات خاصة بتقدر من خلالها إذا أنت تابعت واشتغلت عليها بتلاقي.
اكبر مشكله في السويد السكن. الكرت السنوي حسب يعني، هو الكرت الشهري تقريبا بستوكهولم 930، اذا بتشتري كل شهر بدك تضلك تدفع 930، اضرب 930 في 10 شهور هاي 9300، مع 930 بيطلع لك بيجي 11000 حقه، قريب من 11000 كرون. بس انا باخذه من الشركه يعني، بخصمه من راتبي كل شهر، فبطلع علي ارخص ب 70 كرون 80 كرون 90 كرون حسب. شال مارس شيء حلو والله، هون والله منطقة راقية جدا. هاي ذكرتني في منطقة في مانشستر اسمها ميديا سيتي، تشبهها في منطقة. سبحان الله الإنسان عنده قدرة على الربط والتحليل، هذا شغلة سبحان الله. مرات الإنسان بحب مكان بسبب الربط، يعني ريحة بتذكرك في شخص، أنواع ورود بذكرك في شخص، في مكان، في منطقة، في دراسة، في حتى ملابس مرات بتذكرك في إنسان تتذكره وتشتاق له، حتى الطبيعة نفسها. أنا لما رحت على مانشستر كان بداية شهر 11، كان الأجواء زي هيك، كانت خريف، فكان نفس سبحان الله يعني. بس أتذكر على الشجر هذا، أتذكر أول أيام رحت بال 2018 على مانشستر، قعدت فيها 3 شهور، كانت يعني 3 شهور رائعة جميلة جدا. هاي جامعة، والله ما بعرف التفاصيل، بس أكيد بس أدخلكم على موقع الدراسة في السويد، ما جمعت معلومات عنها، بس كنت أشوف المواقع وانشرها لمين بده يجي يدرس أو شيء، هم يبحثوا، فما دخلت أنا بالتفاصيل، ما بعرف التفاصيل. اللي بيعرف التفاصيل يشاركنا، اللي درس واللي بيعرف هاي القصص. هاي أرنب، هاي كنين، الكنين يختبئ، وهاي إيش الله أعلم. والله مكان كتير جميل. هاي الكنين هون متخبي يا جماعة الخير، بس وين راح؟ لا تخبى، هيو شايفينه، هاي الكنين، كنين وكنين. سبحان الله، هاي الكنين قاعد ساكت لأنه عارف، هلا بقول لك بشوفوني براقبوني. جامعات خاصة سبحان الله، والله هذه مقولة على طول بقولها، هاي جامعة خاصة، جامعة شلمش والله مكتوب هاي شالمارس هاي كتير حلوة سبحان الله، والله هاي مقولة على طول بقولها سبحان الله العظيم. بس هاي البناية شو هي؟ هاي كأنها كافتيريا، كافتيريا حلوة كتير والله، المكان كتير جميل جدا جدا، منطقة كتير حلوة، منطقة راقية جدا. مش عارف واحد وين يمشي، كله حلو، كلك على بعضك حلو، ويا حلو حظي حلو. وأنا شفت عيونه، خلينا نشوف هيك من بين هالعمارات. هاي التكنولوجيا هون، Information Technology Applied Department of Applied، هون التقديم، Information Technology University of Yotobori، كافتيريا الجامعة. شكلها حلوة كتير والله، كلامك صحيح. شوف لي هون المكان عن جد كتير حلو، يعني الواحد زي هيك يجي أماكن، ها شوف ناس جداد، يشعر حياته إنه قاعد تبدأ من جديد. شحن، أنت قاعد تشحن، تخيل موبايلك كل ما يفضى مش بتشحنه، أنت كمان بدك شحن وأنا بدي شحن، فإذا ما عرفت الطريقة اللي تشحن فيها نفسك راح تفضى وراح تتعب نفسيا. ليش الناس تتعب نفسيا؟ لأنه الإنسان سبحان الله عنده مقدرة، عنده قدرة، فإذا نفذت القدرة نفذت الطاقة، طاقة وما طاقة، الطاقة الحرارية. هاي كان موجودة زيها عنا بطريق لندن فيادوكتين، نفس الحديدة هاي، بس هذيك كانت أكبر، بس شالوها جنب بركة كانت زمان والله، بس شفتها هسه ذكرتها برضو. هاي كافتيريا الجامعة، قطار، هاي شو بسموها، مرساة
اتمشى هيك حوالين الجامعه. والله يا اخواني الكرام فيش احلى من الدراسه. اللي بيجي على السويد او بيجي على الغرب وعنده امكانيه انه يدرس لا يفضل العمل عن الدراسه. ادرس اذا بصح لك تشتغل، يعني انت وضعك المادي تعبان يعني حاول خذ خبره، مو مشكله اشتغل لك كم من ساعه، بس الدراسه حاول. يعني احنا ما بدنا نركز على مفهوم الشهاده لانه هذا عندنا مرض في الدول العربيه، عندنا مفهوم الشهادات هاي انه فلان معه ماجستير وفلان معه دكتوراه والقصص هاي. بقى هون ما في شيء، خلينا نمشي عن جهه البحر. مفهوم الشهاده هاي عاملنا احنا معيار للحياه انه فلان معه دكتوراه وفلان معه، بس انه انت تكون ماهر في مجالك، هذا القصد، ماهر في مجالك بحيث انك تشتغل في اي مجال حتى لو بسيط، حتى لو انتاج فيديوهات، تصوير، طبخ، اي شيء، تكون انت عندك مهاره. انتوا معي اخوان الكرام ولا رحتوا؟ ولا الصوت راح ولا الصوره راحت ولا كيف الوضع؟ نوى رجعنا على البحر. شوف البحر من هون، الاطلاله هون حلوه. انا معلش مع الهواء ايدي بتزيح وبروح يمين ويسار، معلش. فهاي في جلدي هاي تبعت الموبايل هاي اللي بتغطي الغطة تبعت الموبايل مغلبيتني، بتضلها بالهواء تضرب، فبحاول اظني احط اصبع حسن لا تسكر الشاشه لانه فمرات معلش ايدي بتتمرجح. دايما بقولوا لولا حيا دالية يم غصون العاليه. شوفوا لي هالمنظر، منظر الخريف رهيب. يعني والله ممكن الصور تطلع بالخريف احلى من الربيع، سبحان الله. يعني شوف الاشجار الورق كيف الطاير قاعد، الطيور سبحانك يا رب. مع الهواء تصير بدك تغني مع عبد الحليم، الهوى هوايا، سبحانك يا رب. طبيعه احلى شيء، يعني قد ايه بتشوف عمارات وشغلات سبحان الله، بس الطبيعه هي الأكثر ملفتة للانتباه. شوف هاي شو عاملين هون، الألوان هاي سبحان الله، ألوان الخريف تحتار شو هذا اللون، يعني سبحان الله، يعني هو برتقالي، برتقالي فاتح ولا شو اللون هذا بالضبط؟ ممكن معنا خبراء الألوان في صفحة عربي سويدي خبرونا. سبحان الله، يعني شوف درجات اللون كيف، درجات الألوان بالفصل الخريف غريبة عجيبة. يوتوبوري شالمرش، شالمرش هاي جامعة هون يا أخوان الكرام. ما بعرف عاد شو بتدرس بالضبط، بس شكلها مرتب كتير، راقي جدا. يعني الواحد بكرة أولاده بيكبروا بفكر يوديهم يدرسهم. يعني إذا كنت قريب على مدينة يوتوبوري خلاص توكل على الله، إلا إذا كان في مدينتك يعني جامعة راقية وكويسة ومحترمة. سبحان الله العظيم، الساعة 3:30، 3:15. والله عجبتني منظر المنظر هون. والله كلامك صحيح يا محمود، شايف؟ والله ما انا عارف هاي الشغله كيف فاتتني. انا كنت افكر هذيك بس للتصوير، ما بعرف هي تزبط للمباشر اكيد، كنت مركز على هذيك العصايه بس انه تصوير شو اسمه، تصوير سيلفي وما سيلفي، هيك جاي عبالي هيك تفكيري للاسف انه هاي العصايه بس تركيزها هذا، لازم اجيبها خلاص اريح راسي. حبيبي محمود الله يسعدك، والله بدها العصاي نجيب لنا واحدة خلص عشان نريحكم ورد رايحونا حسنا ثالث نقول له بهزز. والله ما هذا التلفون طويل من زي الايفون، اذا كان عندي تلفون ايفون صغير فيرا فيم كان سهل الواحد يمسك ويتحرك ويتمشى. هذا اللون ايش، بنفتحي بنفسجي ولا شو؟
ولا هذا اللون عليك يجنن، هذا اللون عليك يجنن، يشبه لون عيونك. والله يا اخوان الكرام، يعني مش عارف شو اوصلكم هو الفكرة. يعني انا بحاول اني اتلاقى مع هيك اشخاص شوي هيك يعطونا طاقة ايجابية. للأسف احنا منعيش في بيئات، حتى العرب اللي عايشين في الغرب، يعني ما بدي اعمم، بس مين ما تقعد معه يا بيعاني من الشغل، يا بيعاني من المرأة، يا بيعاني، يعني البيئة اللي حوالينا غير محفزة للأسف. يعني مين ما تقعد معه اللي بيشتكي من شغله، واللي بيشتكي، يعني ما تعودت الناس على الشكر. كلنا عندنا مشاكل، ليش بحاول انه اركز على الطبيعة والمناظر وانه نطلع ونتحرك عشان شوي نغير التفكير هذا اللي ذابحنا، اللي قاعد بيسوي جلطات قلبية للعالم، لا اللي عايش بالغرب راضي ولا اللي عايش بالوطن وراضي للأسف. يعني اللي وصل هون بيظل يحكي لك عن معاناته وبيظله يشكي ليل ونهار. هي في فترة اسم فترة تحديات، البداية اعرفها، هي فترة تحديات، يعني ما راح تأخذ كل شيء بيوم وليلة. يعني هي الحياة رحلة، الحياة رحلة، حلاوتها حتى بالصعوبات. يعني تخيل انت بتلعب لعبة، كل اللعبة سهلة، يعني ما راح تستمتع فيها الا يكون فيها طلعات ونزلات ومطبات. فللأسف في ناس كل مرحلة بتصير عنده حياته يأس واستسلام وتشاؤم وظهري وبطني ومدير الشغل. أفرع كثيرة في لها الجامعة، مش عارف نظلنا هون نروح على مكان تاني، خلف لنا لفة ورا وبعدين بنرجع بنشوف لنا سفينة. هاي في سفن كثير، مو مشكلة، هنشوف من هون من ورا شو فيه عند إريكسون. والله هوايات بجننوا اليوم، سبحان الله العظيم، الحمد لله. يعني المطرت الحمد لله، بنتحمم نتحمم كمان مرة. في ناس يا اخوان الكرام قبل ما يطلع من البيت بتلاقيه من الليل بيشوف الجو، وهو عقله وتفكيره على تاني يوم كله بتوقف، حياته بتتوقف على الطقس. في ناس حياته بتتوقف على لبسه، في ناس حياتها بتتوقف على حبة بوجهه، اذا طلعت له حبة بوجهه، بالذات الاعمار عمر المراهقة بتلاقيه بس يتطلع له حبة ممكن يغيب اسبوع على المدرسة، ممكن يغيب 3 ايام. فهو للأسف ما بكون عنده تقبل لذاته. يعني هاي شغلة عادية بتصير مع كل انسان. في ناس اذا يعني حذاءه توسخ، ولا عنده شغلة مشكلة في ملابسه، يعني في ناس مقيمة حياتها من خلال شكلها مش من خلال جوهرها. فهذول الناس للأسف بيعانوا من مشكلة تقبل الذات. فإذا أنت ما رضيت عن نفسك اعرف أنه الآخرين ما راح يرضوا أصلا. ما الناس تحب النجاح ولا تحب الناجحين، هاي قاعدة زي تربوية اعرفها. الناس تحب النجاح ولكنها لا تحب الناجحين. فعادي انه الناس تغار منك وتغار مني وتحسدك، يعني هاي طب من الطبائع البشرية الموجودة. الانسان بين الملاك وبين الشيطان. الانسان اذا طاع الله فبكون في درجة اعلى من الملائكة، واذا عصى الله ممكن يصل الى مرتبة الشياطين او ادنى. فالانسان سبحان الله بالوسط بين الملائكة وبين الشيطان. ممتاز اخوي محمود، خلاص تمام، والله منيح ما طلعت، منيح هاي الجهة حلوة عجبتني. والله الجامعة هاي رهيبة 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 جدا، مش عارف هاي إريكسون ولا الجامعة. هاي المباني، المباني بتجنن. انا عندي 3 سنوات انا وزوجي عم ندور على اصدقاء من العرب، خير وحسد ومرض واكتئاب. حتى زوجي قال خلاص يأست ما ضل، انا راح نوم. ناس على تفكير، والله على تفكيرك صعب، على تفكيرك بالضبط تلاقي صعب. يعني الواحد لازم يتقبل، يعني نوعا ما 60% 50%. وهو المشكلة في ناس تتعرف عليهم بيخربوا بيتك كمان. فهو الواحد يحاول يعني ما يتعمق في العلاقات، يخلي العلاقات نوعا ما الخارجية سطحية، مو ضروري تكون علاقات عميقة.
العلاقات العميقة بين إخوانك خواتك عماتك إذا طبعا حاب، لأنه العلاقات العميقة بدي يعرف تفاصيل حياتك، وللأسف هاي بتخلي الواحد يدخل في ورطات. كم راتبك؟ في ناس تهتم كتير إذا تعرف كم راتبك، كم ساعة بتشتغل، شو هديت لزوجتك وإلى آخره. أكيد أكيد صعب تجي الناس عذوقك، والواحد صعب والله. المنطقة عن جد زي ميديا سيتي في مانشستر، مدينة جميلة جدا والله. بريطانيا السكن فيها سهل، بس اللي معه جنسيات أوروبية يعني بصح له فرص عمل، وبكون عنده هاي راديسون هون كمان. يا إخوان الكرام، اللي عنده جنسية وعنده شهادات وعنده لغة إنجليزية وعنده مخلص جامعات أو إشي أو عنده خبرات، والله بريطانيا يعني أنا بشوفها من الدول السهلة بالنسبة لموضوعها، يعني أسهل من الدول هاي هولندا والسويد والنرويج. يعني هدول الدول متطلباتها كتيرة متعبة. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، طبعا الدرجة الأولى ليقل خيرا أو فيصمت أو فيصمت. فالأولى أنه الواحد يحكي كلام فيه خير، هيك الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكى هاي الدكتور جاسم المطوع في أحد المواضيع. هو جانا اتصال من المدام، رح نسكر ونرجع لكم فيديو تاني إن شاء الله. يلا السلام عليكم، نرجع لكم بعد شوي.